طيب في تقرير دلوقتي خلونا نتابعه مع حضراتكم. زي ما بنقول دايما بنبقى محتاجين النماذج المنوره، الناس اللي بتشتغل اراده عزيمه شغل تعمل اي حاجه. هنشوف دلوقتي تقرير عن فتاه عمرها 27 سنه، انجي ابو الورد. انجي اصلا فهمنا انها كانت دكتوره سنان، هي من اسكندريه، وبعد كده عرفنا انه لا يعني هي القصه دي ما كملتش معاها قوي، على قد ما هي حبت ان الحاجه اللي هي متميزه في موهبتها، الحاجه اللي هي بتحبها تعملها بعيدا عن الوظيفه او الشغل الروتيني. خلونا نشوف انجي ايه هوايتها، برعت في ايه من خلال التقرير اللي هنتابعه مع حضراتكم، ونرجع لكم تاني. انا كنت عايزه اروح فنون جميله، كنت عايزه ادخل فنون جميله، بس هو المجموعه ولا واهلي وكده، فاضطريت خلاص مش خلصت بقى اسنان اشوف انا عايزه ايه. كنت برسم طول عمري يعني، وبتفرج على توتوريالز كتير على اليوتيوب، ولقيت نفسي ممكن بحب اشتغل بايدي يعني هي بس مجرد موهبه، يعني مش دارسه اي حاجه ومش عارفه اي حاجه، يعني حتى الخامات اللي انا بستخدمها ما كنتش اعرف الالوان اسمها ايه. فلقيت فكره العرايس دي فجربت اعملها، لقيت الموضوع حلو والناس كلها عليها اقبال يعني. بعمل زي هيكل وبعمل عليه، ببني عليه بالمناديل، وفي بقى اللي هي الورق القديم ده بستخدمه بغليه وبظبطه وبعمله بالخلاط ان هو يبقى زي عجينه بالظبط زي الصلصال. وطبعا الالوان بقى، انا بشتري الالوان والخامات، وساعات بزود قماش، اكسسوارز، حاجات كتير انا بزودها يعني. مثلا 3 ايام 4 ايام اطلع 3 4 بالكتير. يعني انا في الاول كانوا بيقولوا ايه ده ورق، انا هشتري بتاع ورق، هشتري مناديل؟ لا، بس اكتشفت فيه الناس بتقدر جدا الموضوع ده، إعادة تدوير عامة. هو أنا نفسي أعمل أفتح مكان بتاعي، في شغل كل حاجة أفريكان، لأن أنا عاشقة للشغل الأفريقي يعني.